أدائي مبسوطين اليوم كتير ماكسيموم جبتيه من الغنى على التمثيل وأخذك من التمثيل على الغنى حلوة هيدا صح كيمستري اللي صارت شدينا بعض لبعض قلبي معك مرتاح عشان الدنيا من سنين نسيت اللي قبلك راح وانا قبلك عشت مع مين حزني اللي بقلبي غاب هلا قلبي كله حنين يعني ما بخبرك هلا عم بيقولوا لي انه نحن قايلين انه الخميس بثلاثين ببلش هلا اليوم صاروا صالتين اذا بدك مفولين يعني انا بدي اقول للعالم ميرسي كتير وعن جد اذا اجوا حضروا ما بيندموا ابدا مش راح يحضروا مره انا بوعدهم راح يحضروا مرتين وثلاثه وراح يكونوا كتير مبسوطين انا كتير متاثر ومبسوط بالنتيجه وبصراحه طاير من الفرحه اذا انا اللي اشتغلت بهالفيلم وهالقد مشوق احضروا كيف الناس انا بقول لهم يجوا وانا ودليدا رح نحاول قد ما بنقدر والجروب معنا نزور اغلب الصالات بلبنان ويكون على طول في عنا محطات مع الفانس تبعنا ونحضروا سوا لان احنا مشبعنا منه وبوعد كل اللي حضروا المسلسل برات لبنان انه الفيلم رح يشوفوه بالاردن بدبي بالكويت بقطر بكندا باستراليا فكلهم رح نبعث الفيلم لعندهم كلهم كل يوم في شيء جديد كل ما بتشرق الشمس في شيء جديد ان شاء الله مستعد تخوض التمثيل بعد مره دايما بتغني بعد ما زياد شو حلو وشو الزابه طلعتي من ثيابي وطلعتي اكذب مني عم تحكي لي حكياتي وعم تكذبي كذباتي بس خليتي لي حياتي بوجودك احلى جنه بسطت كتير بالفيلم وحسيت انه كل شيء كان على الورق شفته قدامي وشفته بريتم حلو بصورة حلوة كل شيء نحن عملنا شغلنا تعبنا اشتغلنا على كل كاركتر اتطوروا والحكم للناس ان شاء الله كتير مبسوطة عن جد كتير مبسوطة وكل حدا عم بيطلع من السنة عم بيقول العمل بيعقد بنبسط أكتر وعن جد بنسى تعبنا تقول مبروك لسيف شيخ نجيب أول فيلم له عم ينعرض كوميديا بلبنان بكل الصالات اللبنانية أنا حبيت كتير الفيلم مهضوم بتمنى يحبوه الناس وشكرا لكل الممثلين اللي عم يطلعوا بطريقة كتير مختلفة وحلوة مبسوط كتير طبعا حبيت الفيلم هلا صار في سينما لبنانية إن شاء الله اليوم تجربة المسلسل اللي صار هلا بالسينما تبني أكتر نجاح من غنوج دبي حتى كلنا نستفيد بدراما يا ريت من أيام غنوج دبي لحديث اليوم بنى أكتر على تجارب السينمائية يعني من وراء التلفزيون أنه يقدروا يحصدوا أكتر بالسينما بتصور كنا طلعنا أكتر وأكتر لايت كتير ومهضومين يعني اللي بيتعلق بالقصة بالمسلسل أكيد رح يحبوا للفيلم فيلم مهضوم كتير خرج العيلة يعني بيقدروا يحضروا كبار وصغار ونتابع القصة على التيفي أكيد حيتحمس يجي يحضر الفيلم عقد الفيلم كتير بيضحك والديو آخر شيء الغنية كتير حلوة كتير مهضوم عن جد يعني أنا كنت عم تابع المسلسل ابني بيمثل فيه فهلأ حبيت الفيلم بيسلي كتير الكاستنج ممتاز وبعتقد رح بيعيش فترة كتير طويلة بصالة السينما ضحكت عم بقول لك صوتي عم بيلعلع لكن بس مش اول مره بنشوف هالكاركترات ولما هي اوريدي كتير مهضومه وكتير ناجحه وحبوها الناس ما كان انتقل للسينما كتير مهضوم لبناني بامتياز برافو للام تي في كمان يلي بفتره كتير طويله نجحت حلوه وكذابه حلوه كتير وكذابه وانا كتير حبيت فيلم كتير حلو كتير مهضوم يعني بيمرق من اوله لاخره ما بتحس بالوقت فيلم كتير مهضوم وبيرفه وناجحين كلهم بكل الممثلين اخذين دورهم بشكل جيد التمثيل انه اخراج كادرات الفيديو كليب بالاخر كتير حلو العائله ميمي كله النص انه مهضوم يعني بوجودك احلى جنه